لكل شيء تاريخ، حتى المهازل. ففي خريف عام 1798 ثار أهل القاهرة على الغزو الفرنسي. كان نابليون عين حكومة محلية أسماها الديوان من مشايخ الأزهر والأعيان. فلما قمع الفرنسيون الثورة، قمعهم الشهير وربطوا خيلهم في ساحة الجامع الأزهر، أصدرت الحكومة المحلية تلك هذا البيان: نصيحة من كافة علماء الإسلام بمصر المحروسة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونبرأ إلى الله من الساعين في الأرض بالفساد. نعرف أهل مصر المحروسة من أن طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور بين الرعية وبين العساكر الفرنساوية بعدما كانوا أصحاباً وأحباباً بالسوية، وترتب على ذلك قتل جملة من المسلمين ونهبت بعض البيوت، ولكن حصلت ألطاف الله الخفية وسكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش بونابرتا. وارتفعت هذه البلية لأنه رجل كامل العقل عنده رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة إلى الفقراء والمساكين، ولولاه لكانت العسكر أحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الأموال وقتلوا كامل أهل مصر. فعليكم أن لا تحركوا الفتن ولا تطيعوا أمر المفسدين ولا تسمعوا كلام المنافقين ولا تتبعوا الأشرار ولا تكونوا من الخاسرين سفهاء العقول الذين لا يقرؤون العواقب، لأجل أن تحفظوا أوطانكم وتطمئنوا على عيالكم وأديانكم، فإن الله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء ويحكم من يريد. ونخبركم أن كل من تسبب في تحريك هذه الفتنة قتلوا عن آخرهم وأراح الله منهم العباد والبلاد. ونصيحتنا لكم ألا تلقوا بأيديكم في التهلكة، واشتغلوا بأسباب معايشكم وأمور دينكم، وادفعوا الخراج الذي عليكم، والدين النصيحة، والسلام. أجل الابتسامة القاسية قليلا، والتمس معي في قلبك بعض الرحمة لأعضاء الديوان الكبير هؤلاء، فهم وإن كانوا أول سلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال في عهد الاستعمار الحديث في بلادنا، فإنهم ليسوا الأخيرين. والحكومات مثل هذه تكون وسيطا بين الغازي والمغزو، سلطة بلا سلطة، مضغوطة كالشطيرة، الغازي يثقل عليها وأهل البلد يقاومونها، فلا هي هنا ولا هي هناك، تعيش على وعدين متناقضين. تعد الغازي أنها تؤمن له مصالحه ليعطيها جزءا بسيطا من السلطة، وتعد المغزوين أنها بمجرد وجودها ملمح من ملامح استقلالهم، مستجدية منهم بعض الشرعية. ولما كانت مصالح الغازي تتعارض مع مصالح المغزو، استحال على هذه الحكومات الوسيطة أن تفي بأي من وعديها. والمفارقة أنها تحتاج شرعيتها لتتعاون مع الغازي، إذ أنها لو كانت مكروهة تماماً مثله لما كانت به حاجة إليها. لابد أن تكون بطلاً أولاً لتخون تالياً. لكنها كلما تعاونت مع الغازي كلما فقدت شرعيتها، ففقدت بالتالي فعاليتها في التعاون معه وخدمته، فتراها لا الغازي يرضى عنها ولا المغزو، وتظل شعوبها وبلدانها على تل من البارود، فهي أولاً وقبل السخرية أو الغضب مثيرة للشفقة.